مستشفياتنا في شمال سيناء مستمره زي ما قلنا احنا من البدايه، اول ناس قلنا هنوصل مساعدات، واحنا اول ناس قلنا لازم نشوف الحالات بتاعت الجرحى والمصابين والامراض الخطيره زي بعد الشر عن الجميع امراض الاورام وما الى ذلك، لا ده احنا هنستقبلهم عندنا فورا. لازالت مستشفياتنا مفتوحه لاهالينا، ولازلنا بنقدم مش هذه الخدمه، لازلنا نقوم بواجبنا الحقيقي كمصريين تجاه شعب عربي للاسف لم ينصره أحد بشكل حقيقي وفعلي إلا المصريين. تقرير ثم فاصل وبعدين نكمل الكلام. ضارنا انصبوا سرق مصاب، كان طابق علي السقفين وعمود البطون فوق راسي، كنت انا معلق فوق، قعدوا ساعتين ونص وما بطلوا فيي، كنت بسمع طيارات وقصف وصواريخ ومدفعيات وقذائف، ابوي وامي واخواتي كلهم استشهدوا والحمد لله انهم استشهدوا كلهم عشان ما يعانوش من الحرب ولانهم عند الله في الجنة. كنا قاعدين لو فجأة قصفوا الدار فوقينا، عم استشهد وولاد عم اثنين تصوبوا وانا تصوب، لما وقعت علي الدار كان وقع عليها عمودين وهم بيشيلوا فيها قطعوا لي الأوردة، لما ودونا على المستشفى عملوا لي عملية وقطعوها، أول شيء حطوا لي بلاتين وبعديها قطعوها العملية عشان ما زبط. أديت هنا عشان أتعالج مع المراعي. أنا دخلت المستشفى في ابن أخوي، فدخلت لقيت مصطفى معاي ما داخل معوش مرافق، لقيته في المستشفى، فأنا الحمد لله رب العالمين لقيت مصطفى، فيعني أخذته بحضني طبعا بعد إذن المستشفى لأنه كان كل المستشفى على شغف إنها تحضنه بزيادة. أول يوم لما جيت هنا أجا عندي حكى معي، حكى بدي أجيب معاذ هنا يقعد وتصير أنا مريضك، يتحركوا بدي يحولونا على مصر وبس يفتح المعبر. كان خبر سعيد إنه لما قالوا فتح المعبر كانت في أمور جاهزة وفي جرحى عسى يتوجهوا لمصر، كانوا جاهزين للسفر، بس كنا نستنى إن المعبر يفتح والحمد لله رب العالمين. الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكور انه سمح لنا بالعلاج في مصر. لما دخلنا المعبر كانت يعني كل المطالب بتاعتنا كانت متاحه، نقلونا من الاسعاف، ضل المريض في الاسعاف، خش الاسعاف الفلسطيني للصاله المصريه، نقلوا الاسعاف بكل شغف وحب. دخلنا على مستشفى بير العبد، كانوا الشباب ما شاء الله تبارك الله كانوا على شغف جدا انه عاوزين يشوفوا يقدموا اي حاجه للشعب الفلسطيني للجرحى. كان في شباب مخلص دوامهم ضلهم يستنوا للدوام، بعد الدوام ضلهم يستنوا للجرحى الفلسطينيين، بدهم يدونا ويجرحونا ويعني تصوير تحاليل كله كان إشي فوري وسريع جدا. يعني حسين انه الشعب المصري خايف علينا زاد عن اللزوم، يعني ايش كنا نطلب كان متاح الحمد لله رب العالمين. بالنسبه للحالات الفلسطينيه بيكون دخولها طبعا بتتفرز في المعبر، بحيث لما الحالات تيجي طبعا بنبقى عارفين تشخيصاتها وبنعرفها للدكاتره الموجودين. مجرد ما بيجي لنا البلاغ بعدد الحالات اللي احنا هنستقبلها بنوفر الطاقم الطبي، بيتم استقبالها فورا في قسم الاستقبال، بيتم مناظرتها من جميع التخصصات اللي موجوده، بيتعمل عليها فحص كامل سواء مخبري عن طريق التحاليل الكاملة أو الأشعاعات المطلوبة، كل دكتور في نطاق تخصصه بيناظر الحالة وبيقرر هل هي محتاجة تدخل من التخصص بتاعه أو هي محتاجة لتخصص آخر. لو في تدخلات سريعة بالنسبة للعمليات الجراحية بتتم فوراً فور دخول الحالة. في ناس عندها إصابات بشظايا دخلت كأجسام غريبة جوه الجسم محتاجة أنها تتشال، في إصابات في الرأس، في إصابات في الصدر، في إصابات في البطن، في إصابات في العظم، تخصصات مختلفة. إحنا بالنسبة لنا في الجراحة في مرضى احتاجوا إصلاح لثقوب في المعدة والأمعاء والقولون،
في مرضى احتاجوا اجراءات لوقف النزيف، في مرضى احتاجوا ازاله انسجه متهتكه لان معظم الاصابات الحقيقه مقذوفات، اصابات نتيجه قنابل صواريخ. عمليات التجميل تنحصر في اطار عمليات اصلاحيه اللي هي بيبقى فيه جروح معقده في مختلف انحاء الجسم، والجروح المعقده دي بتحتاج ان هي يتعمل لها عمليات بنسميها عمليات ترميميه، اما ان احنا بنعمل لها ترقيع جلدي او تغطيه بواسطه ما يسمى شرائح جلديه او شرائح جلديه عضليه من مختلف انحاء الجسم. ده نوع من العمليات. النوع الثاني اللي هو جراحه الاعصاب الطرفيه، وده احنا في الوقت الحالي بنحضر ثلاثه مرضى موجودين استقبلناهم، وفي اطار التحضير ان احنا ان شاء الله نجريهم. كل حاجه احنا بنحتاجها هنا بنلاقيها متوفره في المستشفى، ادويه، امصال، دم، بلازما، مضادات. يعني الحقيقه احنا شغالين في ظروف جيده جدا. هم الحقيقه كلهم بيجوا، جزء منهم عنده صدمات نفسيه من اللي بيحصل ومن اللي بيشوفوه، ولسه في مرضى بيتكلموا انه عنده اربع اولاد مش عارف هم فين. الدكاتره بيجوا قاعد جنبي بيطمنوا عليا، بيشوفوني، بيعالجوني، بيعطوني الدواء. الدكتور يقين والدكتورين اجل قاعده جنبي وقاعده تطمن عليا، وكلتني وجربتني، لانهم هم دايما بيجوا قاعد عندي وبيجيبوا لي العاب وبيحبوني. وانا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه فتح المعابر ضخ حن رئيس علينا، لانه حس في جرحنا. المعاناه اللي احنا بنحس فيها هو الرئيس الوحيد اللي حس بينا. نفسه فلسطين ترجع زي ما كان خلاص.